الجامعة الوطنية للصحة وجراحة بالأسطات. جئنا اليوم لمؤازرة المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة بمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالأسطات ضد التعسفات والخروقات والاختلالات في سوق التصوير والتدوير التي يقوم بها مستشفى المدير الحسن الثاني بالأسطات منذ تعيين مدير مستشفى الحسن الثاني بالأسطات، وعوضا انكباب على تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتحسين العرض الصحي داخل المستشفى، السيد المدير كان له رأي آخر اللي هو استهداف مناضلي الجامعة الوطنية للصحة أينما كانوا بتنقيلات تعسفية وبإهانة وزيد على ذلك أنه النقطة التي أفضت الكأس هو الاجتماع الذي عقده أسبوع المنصارم مع مولدات وموظفي قطاع الأم والطفل، واللي تلفظ ألفاظ لا مهنية ولا أخلاقية في الاجتماع الأخير وضرب عليهم الطابلة. وزيد على ذلك قام سيد المدير بتغيير جداول الحراسة داخل مصلحة الولادة المركب الجراحي اللي هو أصلا لا يعاني من نقص في الموارد البشرية. السيد المدير إذا كان لا يعترف بالسلم الإداري وإذا كان هو يعتبر نفسه بأنه كومودي منه المدير الجهوي، احنا نحمل مسؤولية السيد المدير الجهوي وسنأخذ محطات نضالية قادمة إن لم يتراجع السيد المدير عن قراراته التجارية والتي تخدم واحد اللوبي ديال الفساد اللي يسوق ويجوز في المستشفى. احنا سنسلك كل الطرق المشروعة لإيصال صوتنا إلى السيد وزير الصحة ونطالبه بإفادة لجنة تقصي حقائق في القريب العاجل. هذه ما كانت إلا وقفة احتجاجية إنذارية وستكون محطات نضالية تصعيدية أخرى إن شاء الله، وشكرا. موظفة ديال قطاع الأم والطفل، احنا اليوم في هذه الوقفة جينا باش نستنكروا تنظيم تصرفات لا مسؤولة لا أخلاقية اللي كتقوم بها إدارة المستشفى ومدير المستشفى اللي كتجنى الإهانة ديال المرأة. لا إهانة المرأة، القرار ديال الإدارة ديال السيد المدير تغيير ديال جداول الحراسة، هاد القرارات اللي مست السير اليومي ديال هاد المصلحة وهاد القرارات اللي كتشكل خطورة على حياة الأمهات وحياة ديال الأجنة. حنا كنخليو مسؤوليتنا من هاد القرارات وكنحملو الإدارة المستشفى جميع المسؤولية في أي عواقب. لا للتلاعب. وكندعيو جميع المناضلين والمناضلات باستمرار هذا الجهاد، لاننا ما غاديش نوقفوا في هذه الوقفه، حنا مازال غندير وقفات اخرى واعتصامات حتى نعرفوا شكون اللي كيسير هذا المستشفى. الفساد اللي ولا في هذا المستشفى كيصون وكيجون لا حسيب ولا رقيب. تحية نضالية، تحية نضالية. الحسن الثاني بالسطات ضد الجبروت
مدير هذا المستشفى هذا الذي عاتف صلب الجوار بالصحة جهاد دبرانا عبدة والليلة وتم الإعفاء دياله وداو جهاد بني ملال خليفها هاد السيد هذا كيتم الإعفاء دياله من تسير داخل المؤسسات الصحية وكيتم تاني تعيين المدير دابا طاح الهضرة ديالي من مدير جهاد ولا مدير مستشفى ولكن السيد لا يفقه شيئا في التسير هذا كان من الوزارة ما حقاش من الترفع ما خاصوش يعاود يتعين كلموا الوزراء على التصرفات اللا مسؤوله واللا اداريه كيتعفى واحد كيمشي على يحيي الهضره يعاود يكون راسه ويكون اخلاقه بعدا لحق السيد لا يفقه شيئا في التسليم ولا في الاخلاق اليوم مرات اختو مرات مرتو مرات وبنتو مرات كيفاش كتهيني مرات وكتير من مريضات والوليدات وكتير واحد طاقم اللي كيسير لك واحد المساحه ديال الام والطفل وانت في واحد الحاله اللي ما خاصك تجي فيها المؤسسه كاع وتلقي مسائل اللي خايبه قدام العيالات اللي كنحتارمهم حنا وكنكونوا لهم بجميع الاحترام السيد هذا خاصو يعاود يصلح راسو ومن هذا المنبر هذا وهذه الوقفة هذه كنطلبوا من السيد المدير الجهوي ومن السيد وزير الصحة التدخل لنزهة هذا الاحتقان هذا اللي غادي يزيد أكثر راح دابا دينا بمجموعة ديال المكاتب اللي عندنا هنا في السطات وفي بن محمد ومن جديدة ومن برشيد الفترة الجاية راه غادي نجيبوا المغرب كله غادي يدخل المكتب الوطني كله غادي يدخل لحقاش هذه الأمور هذه ما كتمشاش بخير هذا السيد هذا ضد المشروع ديال المنظمة الصحية الجديدة كيبينا لحقاش جميع المذكرات الوزاريه ولا هذا كتقول لك العنايه بالموارد البشريه ديال وزاره الصحه ما فيها اطباء ممرضين اداريين تقنيين فهمت جميع الفئات هذا السيد كيحارب فيهم باش باغي يوقف باش باغي يزيد هذا المشروع هذا كل واحد كيحارب الشغل الصحيه الا وكيحارب المنظومه الصحيه ككل وهذا مشروع ملكي اللي خاصنا كلنا نوضوا نتشردوا باش نحميوه الوقفه هذا افاد لجنه مركزيه لجنه مركزيه من وزاره الصحه للوقوف على الثغرات وعلى سوء التسيير داخل هذا المستشفى هذا وشكرا الجهوي الجامع الوطني للصحه محمد حسين عضو المكتب الجهوي الجامع الوطني للصحه مدعو اللواء اتحاد الشغالين بالمغرب اليوم جينا نحضروا الاخوان المدير ديال المستشفى شط تاع السوفاز ديالو ومن اجل باش المرضى قدام الاماكن ديالهم من اجل تصحيح اختلالات اللي وقعت في المستشفى هذا هو علاش جينا باش غنديروا هذا